بعد أن أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات عن استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة بقيمة 1,100,000,000 ريال في صفقة استحواذ ملياريه. يستمر السهم اليوم طبعا بتحقيق المكاسب ويتصدر قائمة الارتفاعات بقرابة 10%، ليتداول سهم ساسكو عند مستويات 36.45 ريال هللة حتى هذه اللحظات. نتعرف أكثر حول هذه الصفقة الاستحواذية والتوجهات المستقبلية للشركة. للاستفادة من الصفقة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض سيد سلطان الحديثي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو. سيد سلطان أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. لنبدأ بالحديث عن هذا الاستحواذ 80% من شركة خدمات النفط المحدودة، ما هو هدفكم وإلى أي مدى سيعزز من الأثر الإيجابي بالنسبة للشركة؟ أسعد الله مساءك أخت ميساء وعموم السادة المشاهدين، أشكر لكم الاستضافة الكريمة. الحمد لله، يعني نعتقد هذا الاستحواذ خطوة مهمة جدا لشركة ساسكو في التوسع واختصار وقت زمني للنمو الطبيعي. فهذا الاستحواذ يختصر وقت طويل، أيضا يمكننا من الانتشار بشكل سريع في مناطق مختلفة في المملكة، ويحقق مزيد من التكامل بين الشركتين. نعم، إلى أي مدى سيد سلطان راح يزيد من حصتكم السوقية بعد يعني هذا الاستحواذ في قطاع يعني السيارات والمعدات، وأيضا بالنسبة لحجم المحطات التي تنضم تحت مظلة ساسكو؟ شركة نفط تمتلك وتدير 233 محطة على مستوى المملكة. إن شاء الله بعد إتمام الاستحواذ تكون إجمالي الشبكة 500 أكثر من 500 موقع لشركة ساسكو ونفط، ونقدر الحصة السوقية أنها راح تكون في حدود 5%. نعم، احنا عم نتحدث عن صفقة يعني مليارية سيد سلطان، بالتالي اليوم عملية التمويل انتم ذكرتوا انها ستكون ما بين عملية تمويل ذاتي وكذلك تسهيلات، كيف ستكون يعني حجم التسهيلات المقدمة لهذه الصفقة من قبل البنوك؟ نحن حاليا نتفاوض مع عدد من البنوك المحلية نتعامل معها، كثير من البنوك ابدوا استعدادهم على التعاون لتمويل هذه الصفقة، وإن شاء الله إذا وصلنا لاتفاق راح يتم الإعلان في حينه. نعم، لكن كنسبة وتناسب قد ايه سيد سلطان عملية التمويل الذاتية؟ إلى الآن ما حددنا النسبة، جاري دراسة عروض التمويل من البنوك المحلية، وبناء عليه سيتم تحديد النسبة اللي مناسبة في الشركة. طيب اعود لعدد المحطات، يعني احنا عم نتحدث عن 233 محطة يعني هي تحت مظلة الشركة المستحوذ عليها، كيف عم تتوزع ما بين يعني محطات مملوكة وكذلك محطات مؤجرة؟ الجزء من محفظة او من عدد المواقع مملوك لشركة نفط، جزء منها مستأجر في مدد مختلفة. طبعا يهمنا الاستفادة برضو من هذه الشبكة بالوصول للعملاء بشكل أسرع، سواء من الأفراد أو من الشركات أو من القطاع الحكومي. أيضا تحقيق سينرجي ما بين الاستفادة من الخبرات المملوكة لفريق العمل في ساسكو وفريق العمل في نفط، ومتفائلين إن شاء الله يعني جميع الزملاء في ساسكو ونفط إن شاء الله أنه راح تكون في تقدم من ناحية الخدمات المقدمة لعملائنا على مستوى المملكة بإذن الله. نعم، لكن بالنسبة لساسكو نفسها سيد سلطان، يعني اليوم قديه حجم قديه عم بيمثل حجم المحطات المستأجرة مقارنة بالمملوكة لديكم؟ بالنسبة لساسكو تقريبا نسبة المواقع المملوكة في حدود 15% من إجمالي الشبكة. بعد كل مواقع مهمة في
يكون خيار التملك أفضل، نعم، بعضها يكون خيار الاستئجار هو الأفضل، وبعضها خيار التشغيل أيضا هو الأفضل. نعم، أنتم سابقا قررتوا عدم استكمال بيع بعض المواقع المملوكة لكم لفالكوم وإعادة استئجارها لعدم التوصل لاتفاق، هل ما زال قائم فكرة يعني عملية البيع للمواقع المملوكة سيد سلطان؟ أي نعم، فعلا تم التوصل بين الطرفين لإنهاء الاتفاقية بخصوص بيع وإعادة الاستئجار، مثل ما أعلنت الشركة سابقا انها يعني الخيار هذا ما زال مفتوح وما زال قيد الدراسه، وفي عديد من الجهات المهتمه يعني لبحث التعاون مع ساسكو في هذا المجال، وفي حال التوصل للاتفاق او استلام عروض مناسبه من وجهه نظر شركه ساسكو ان شاء الله سيتم الاعلان عنها. طيب بالنسبه للنتائج، يعني احنا شفنا نتائج الربع الثالث بالنسبه للشركه كان في بعض الضغوطات التي واجهتها وتراجعت الارباح ب 35%، قد ايه في توقعات لخروج الشركه من جائحه اثر كورونا وانه تبدا تنعكس على نتائج الشركه للربع الرابع؟ الحمد لله الامور في المملكه بدأت ترجع إلى حالة شبه الطبيعي، أيضا مع عودة المدارس نتوقع إن شاء الله يعني الموضوع هذا يشرع التعافي في قطاع محطات الوقود بشكل عام، وأيضا السفر فيما بين المدن، فنتوقع إن شاء الله أنه 2022 راح يكون فيها تحسن طيب جدا للأداء بإذن الله. نشكرك سيد سلطان الحديثي العضو المنتدب لشركة ساسكو السعودية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك.